بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. أحيانا بنقتطع من فلوسنا ومن دخلنا اللي بنصرف منه على الأكل والشرب، واللي في أحيان كتير بيبقى يدوب مكفي، وأحيان أكتر ما بيكفيش، وبنتزنق ونستلف وساعات نتحوج. إنما يوم ما يجيلنا ظرف طارئ، سواء كان ظرف كويس أو وحش، غصب عننا بنشيل جزء من الفلوس على جنب عشان ندفع يعني في الحاجة لزوم الظرف اللي حصل. حد من العيال لا قدر الله تعب فجأة، غصب عننا هنطلع فلوس الكشف وفلوس الدواء. فرح حد قريب مننا لازم نحضره ولازم نجيب له لبس مخصوص. هنتصرف وهنعمل ميزانية من أول وجديد، حتى لو ميزانية الشهر خرمت، عشان نحضر الفرح بالشكل اللائق. دروس خصوصية بنقطع من لحم الحي ونطلع فلوس ليه. مشوار بعيد لازم له تاكسي، هتدفع. مصيف ممكن تقعد طول السنة تشيل على جنب عشان ده أساسي لازم هتطلع فيه. نقود في فرح أو لمولود لناس جملونا قبل كده ولازم نرد لهم المجاملة، يبقى كأنه دين ولازم يترد، هندفع يعني هندفع. عزومة تدبسنا فيها ولازم تتعمل بشكل مظبوط، وإلا الناس ياكلوا وشنا، هنطلع فلوس أو هندبق أو هنشوف مليون صرفة عشان نعمل المحمر والمشمر والسفرة تبقى مليانة من كل صنف ولون. ده غير بقى الغسالة باظت وعاوز لها قطع غيار بالشيء الفلاني، هندفع. بطارية العربية عمرها الافتراضي انتهى ولازم تتغير، هنغيرها ورجلينا فوق رقبتنا. أسانسير العمارة عطل وبيلموا فلوس من السكان، هتدفع ولا اسمك هيتكتب في مدخل العمارة في لوحة الشرف دي بتاعت الناس المتأخرين عن الدفع، والقريب والغريب هيعرف ان حضرتك الوحيدة اللي لسه ما دفعتش. كل دي بنود وغيرها كتير ممكن تطلع لنا في المقدر طول ما احنا ماشيين في الدنيا، وفاكرين اننا حاسبينها بالورقة والقلم وعاملين حسبة ما تخرش المية. انما الحقيقة كل حساباتنا اللي بالورقة والقلم دي ملهاش علاقة بالواقع. في ناس ممكن دخلها يبقى كبير ومش ملاحقة على الصرف هنا وهناك، ولا عارفة تسد الطلبات اللي بتظهر لها فجأة. وناس تانية ممكن تلاقيهم بيقولوا الله أنا مش عارف أنا دفعت كل ده منين وإزاي، اللي معايا وبالورقة والقلم ما ينفعش يكفي كل اللي أنا عملته ودفعته ده. إنما في حاجة اسمها البركة في الرزق والبركة في الفلوس، إحنا الحقيقة مش بنحطها في حساباتنا اللي بنكتبها. ممكن صدقة صغيرة جدا نطلعها بمزاجنا في وسط الهيصة اللي بتطلع مننا غصب عننا دي، وهي الصدقة دي اللي تبقى سبب البركة اللي حلت في الفلوس. إنك تطلع بنت كل شهر بمزاجك للمحتاجين ويبقى خالص لوجه الله أحسن، ولا إنه يطلع لك مليون بند أنت مش عامل حسابهم يأكلوا فلوسك ورزقك ولا تعرف تتمتع بيه لا أنت ولا غيرك. وبعدين تكلمنا بقى وتقولي أصل الفلوس مش بتكفي عشان أطلع منها صدقة أو زكاة. عن البركة اللي بتحل في الفلوس بسبب الصدقات اللي بنطلعها هتدور حلقتنا النهاردة مع فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز، اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال بس بعد فاصل قصير.